تقدم ولكن يعني غير مرضي، غير مرضي حتى الآن رغم انخفاض النسبة، وهي حاليا بتتناسب مع المعدلات العالمية، بقت نسب طبيعية جدا، ولكن محتاجين يعني نحقق مزيد في هذا الملف. ولكن في بعض المؤشرات الجيدة جدا، يعني حضرتك يعني مهتم بفكرة الكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وعرضت أكتر من فقرة بشأن هذا الملف. احنا الحقيقة في تكليفات من القيادة السياسية بتكثيف حملات الكشف على المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وخصوصا ان في 2019 لو حضرتك تفتكر حادثة القطر اللي راح ضحيتها يعني عشرات المواطنين، كان السواق شارب ستروكس، فحصل تكليف من السيد الرئيس بتشكيل يعني لجنة من الجهات المسؤولة، والحقيقة فيها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، ودلوقتي كمان بقى في قانون للكشف عن المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة. قدرنا ان احنا نخفض بكشف على كل الناس ولا ناس بعينها ولا اي حد في الجهاز الإداري؟ اي حد في الجهاز الإداري. بيبقى في حملات مفاجأة من خلال اللجان اللي بيقودها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، ولكن في نفس الوقت ما فيش موظف في الجهاز الإداري للدولة بيترقى أو ينتدب أو يتنقل من مكان لآخر إلا لما يخضع لكشف مخدرات. نعم، كشف إجباري. نعم، ده وفقا للقانون. يترقى؟ لا يمكن يترقى إلا بكشف المخدرات. ولازم إجباري. إجباري ده دلوقتي إحنا يعني رابطينه بشكل كبير بالترقية والندب والإعارة وكل يعني الندب منين لفين؟ من مكان لمكان. إشمعنى الجهاز يكون رايح مكان يعني لازم يخضع؟ لازم يخضع طبعا، لأن دلوقتي إحنا هو قانون شغل الوظائف الحكومية، وبالتالي إذا كان واحد حتى كمان في التعيين الأول لازم كمان يعمل كشف مخدرات. لكن ده مش كفاية. نعم، إحنا دلوقتي بقى في عندنا كشف مفاجئ، وده بالنسبة لي كمان الأهم. بتروحوا على بنروح فجأة؟ طبعا، إحنا أول 6 شهور من هذا العام تم الكشف على 93,000 داخل الجهاز الإداري للدولة. لقيتوا كام منهم كويسين وكم؟ أنا هقول لحضرتك، إحنا في 2019 لما جينا نعمل الحملات كانت النسبة 8%، بعد حادثة القطر كانت 8% من الجهاز الإداري للدولة بيتعاطى مواد مخدرة. يا خبر أبيض. فكانت النسبة بالنسبة لنا صادمة، خصوصًا إن معظمهم كانوا في أماكن حيوية زي بتمس حياة المواطنين بشكل كبير. كل الأماكن الحيوية اللي حضرتك ممكن تتخيلها، المرافق الحيوية اللي هي ممكن تمس حياة المواطنين، وخصوصا ان كانت الحادثه ساعتها كانت في مرفق حيوي زي السكة الحديد، فعملنا على العديد من المرافق الحيويه والاماكن الخدميه، لقينا ان 8% كانوا بيشربوا مخدرات. الحقيقه كانت بالنسبه لنا رقم صادم، واجهناه بكل شفافيه. لكن الان وبعد الكشف على ما يقرب من 700,000 موظف في الجهاز الاداري للدوله، انخفضت النسبه ل 1% في الفتره الحاليه. في تطور طبعا، في تطور. لكن انا بالنسبه لي الناس خافت. الناس خافت. الناس خافت و هيتفصل. انت دلوقتي احنا رافعين شعار يا تعيش لكيفك يا الاكل عيشك. فخلاص. لكن انا بالنسبه لي الحقيقه انا يعني انخفاض حاليا 1%. 1%. والاجمل من انخفاض الرقم هو حالات اللي بتتقدم للعلاج في الجهاز الاداري للدوله. احنا الفتره اللي بتيجي. فاتت جالنا 17,000 موظف قال انا عايز اتعالج. فلما سالناه عايز تعالج ليه؟ قال لك القانون. وانا دلوقتي خلاص انا ما عنديش خيارات. وانا بالنسبه لي هو ده كانت الفلسفه الاساسيه، امر ايجابي في القانون. ان انا مش انا احنا مش عايزين نفصل حد ولا الدوله عايزه تتوقع عليه عقوبه ولا لا بتعالجه خالص بحكم القانون. من يتقدم طواعطا للعلاج اهلا وسهلا بيه، هياخد العلاج وفقا للمعايير الدوليه. عظيم. ومجانا ومش هيدفع جنيه. عظيم. سواء في الجهاز الاداري للدوله او خارج الجهاز الاداري للدوله. أيه. من خلال رقم 16023. نعم. فده بالنسبه لنا كان ملف الحقيقه بيبقى محافظ عليه وعلى سريته ومعلوماته تماما. هل بيبلغ شغله؟ خالص خالص. لا 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 خالص. 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 طالما جالي طواعيط. ايوه. لكن النهارده لو انا من خلال اللجان نزلت ولقيت اللي انت بتتعاطى مخدرات. أيوة. وإيجابي تمارس عملك تحت تأثير المواد المخدرة. الفصل سيكون مقالك. واحنا مش عايزين في حد فصل؟ طبعا في طبعا حصل حالات فصل. لكن انا بالنسبة لي ما يعني
هي حالات ما بتشغلنيش قوي على قد اللي بيشغلني بالتقدم الطوعي للعلاج، وهو ده بالنسبه لي الرقم الاهم. 17000 اللي جم قالوا احنا عايزين نتعالج واحنا مش عايزين نتفصل. لكن كلهم الحالات تجاوبوا مع العلاج ولا فيهم ناس تجاوبوا؟ طبعا الحقيقه برضو كمان كان يعني فلسفه القياده السياسيه في اعداد هذا القانون ان احنا لازم ندي 6 شهور فتره قبل ما نطبق الفصل علشان الناس تلحق عايزه توفق اوضاعها وتتقدم للعلاج. كويس. انت بقى النهارده مش عايز تتعالج خلاص انا مش هقبل اللي انت تكمل، لان موظف الجهاز الاداري للدوله ليه مقومات يجب ان يلتزم به، ولا يمكن ان الدوله تقوم والموظف يتعاطى مواد مخدره في مكان خدمي او مرفق حيوي او اي مرفق في الجهاز الاداري للدوله.